ازيك؟ يلا هديكي. عرفني بحضرتك. بديعة محمد السيد عبد المنعم ابو عزيز. كنت من النخلة البحرية. كنت موجودة هنا من بداية اليوم. هي ان شاء الله. يعني حرصت ان تكوني موجودة من اول الساعات، يعني ما قلتيش مثلا بكرة بعده. لا، انا هنا من الساعة 8 الصبح. عشان ننتخب السيسي. مالناش غير. ربنا يخليهولنا يا رب. لينا وللاجيال اللي جنبه. ربنا يحميه. بتعال عندنا. ايوه عرفنا بنفسي. عرفنا بنفسي. احتماد يا محمد يوسف حماد. قولي لي يا حاج احتماد، حضرتك موجوده هنا من بدايه اليوم؟ اهو من اول يوم اهو. يعني من الساعات الاولى. يعني ما قلتيش مثلا ثاني يوم او ثالث يوم او كده؟ لا، ده انا في الاوائل. في الاوائل على طول. المشوار مش في الاوائل في المدرسه، نبقى اوائل في دي. حضرتك كنت حريصه انت تكون موجوده رغم ان المشوار ممكن يكون صعب عليك او كده. الله يجيبك. يعني رغم المشوار تعب عليك. ما بقدرش المشي دي افتك. جيتي وعطيتي صوتك، يعني اديتي انت كبت ولا لسه؟ لسه. حريصة ان انت تكوني موجودة رغم التعب في اللجنة. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا.